طيب انت معلم للاهوت وحاولت انك تبسط الموضوع بكلمات بسيطة، ايه المفهوم، ايه التعريف، كيف نفهم فكرة التجسد؟ نقدر نقول ان الله الكائن الروحي ذو الطبيعة الروحية الغير مرئي الغير محسوس الغير ملموس اتخذ لنفسه جسدا محسوسا ملموسا مرئيا جسدا إنسانيا كاملا يعيش كل الإنسانية، وفي نفس الوقت ما زال هو الله. ما زال هو الله، عشان كده بنقول عن المسيح إنه الله شرط الإنسان. الله الإنسان أحد الأفاضل المقصود إنه الله إله كامل إنسان كامل. نعم نعم، فنقدر نقول المفهوم التجسد إن الله الكائن الروحي أصبح له جسدا. أقول بعض الاقتباسات الآيات الجميلة. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، أو في عبرانيين 10 الآية الشهيرة اللي المسيح فيها بيقول الآب هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا، فهو موجود قبل التجسد. اللي حصل إنه تجسد أي اتخذ لنفسه جسدا، وما زال محتفظ بكل الإلوهية. مع أنه هذا يعتبر كفر للأسف في مجتمعاتنا الشرقية لأعظم غرض اللي الله أجاء من أجله اللي هو التجسد. بيظنوا أنه كفر بسبب السببين اللي قلناهم. رقم واحد، متقوليش إزاي الله بقي جسد أصبح لي جسدا وبينظر إلى الجسد باعتباره نجاسة، دي مشكلة وده خطأ. تاني حاجة، بيتخيل أن بالتجسد أصبح الله محدودا، ودي فكرة خاطئة.